وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب الأخير لذكرى المسيرة الخضراء أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، مقترحا إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها. أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها. وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. وتتمثل مهمة هذه الآلية في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية وصدق وحسنية وبأجندة مفتوحة ودون شروط أو استثناءات، ويمكن أن نشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية وخاصة فيما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية، كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة. ولتسليط الضوء أكثر على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي صدر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة مع سفير الجزائر بالرباط، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط الدكتور أحمد نور الدين المختص في الشؤون المغاربية. مساء الخير دكتور. مساء النور أستاذ الكريم، ومساء النور لجميع المستمعين لإذاعة مدينة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية، ما هي قراءتكم في بلاغ الخارجية المغربية؟ والبياغ جاء يعني في الأدبيات الدبلوماسية ليضع النقاط على الحروف، لأنه كما هو معروف مقترح جلالة الملك جاء على مستوى رئيس الدولة، موجه إلى رئيس الدولة الجزائرية، ولكن معروف في الأدبيات الدبلوماسية أنه بعد هذا التصريح يتم ربط الاتصال بين الخارجية بين خارجية البلدين بالطرق الدبلوماسية المعهودة عن طريق السفراء في العاصمتين من أجل طرح التفاصيل المبادرات. وكما ورد في 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 تقريركم، جلالة الملك كان واضحا ودبلوماسيا الى اقصى ما يكون في خطابه مع الجزائريين حينما قال بانه يحترم المؤسسات الجزائرية، بمعنى ان هذا المقترح يعني قابل للنقاش، بل وذكره ايضا في خطابه على ان هذا المقترح منفتح على المبادرات وعلى الاقتراحات التي قد تاتي من الطرف الجزائري. وبالتالي وزارة الخارجية كانت متماشية مع الاعراف الدبلوماسية في ترجمة هذا الخطاب الى مبادرة لربط الاتصال مع الجانب الجزائري. ولكن يبدو على ان مثل ما ورد في البيان الذي اوردته وزارة الخارجية على ان المحاولات سواء الرسمية او غير الرسمية كما وردت في البيان باءت بالفشل، بمعنى ان الجزائر اوصدت الابواب ولم ترغب في فتح النقاش حول هذه المبادرة لاهداف ربما سياتي الحديث عنها. يعني لقاء بوريطة مع السفير الجزائري جاء بعد عدة مبادرات رسمية وغير رسمية تم القيام بها دون جدوى على مدى 10 أيام قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري. لماذا لم تعلن الجزائر عن موقف رسمي إزاء مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق يعني مع الجزائر كما أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس؟ يبدو على أن دوائر القرار، لأن الآن أصبحت مشتتة في الجزائر وليست هناك دائرة واحدة، يبدو أن دوائر القرار في الجزائر فوجئت بهذه المبادرة، لم تكن تتوقع أن يأخذ المغرب وعلى لسان أعلى سلطة في البلاد مبادرة من هذا الشكل من أجل فتح الباب مجددا للمصالحة. فكانت المفاجأة يعني لها وقع كبير على يعني ارتباك داخل الدوائر القرار. ولكن تم تصريف الموقف الرسمي عبر تصريحات سواء وزير أحد الوزراء السابقين أو أحد السفراء السابقين أو حسب ما أورده مصدر كل شيء عن الجزائر
لمصدر موثوق في الخارجية، حيث اعتبروا أنه لا حدث، يعني هذه المبادرة الملكية أنها لا حدث، بل وذهبوا بعيدا حينما وصفوا بأنها من حيث الشكل هي مشكوك فيها، ومن حيث الجوهر هي ربما ملغومة أو مصطلح من هذا القبيل. نعم. وبالتالي الجزائر واعية على أن إحداث آلية من هذا القبيل وبالشكل الذي طرحت في المبادرة الملكية، أي بدون طابوهات بدون سقف، وترك لهم المجال من أجل تحديد حتى التمثيلية، حينما يقول جلالة الملك هذا الكلام فمعناه أنه بالإمكان أن تكون الآلية بحضور الرئيسي الدولتين أو ما دونهما، سواء رؤساء الحكومات أو وزراء أو وزراء خارجية أو رجال متعددة أو بين وزارية إلى غيرها من المستويات، ولكن على أساس أن تطرح المشاكل الحقيقية التي تعيق مسلسل التسوية بين البلدين، يعني وخاصة القضايا الإقليمية والدولية التي ذكر من بينها الإرهاب والهجرة السرية وغير السرية، ولكن أيضا القضايا التي تقف عائقا أمام المغرب، أمام الاتحاد المغاربي، وهو المعروف على أن آخر قمة سنة 1994 كانت في الجزائر، يعني تم إلغاء القمم التي بعدها ولم يتم التوصل إلى توافق حولها بسبب الموقف الجزائري الذي يتناقض تماما مع ما تقوله اليوم. حينها لا. قالت الجزائر على أنه لا يمكن إعادة إطلاق مسلسل الاتحاد المغاربي إلا بتسوية قضية الصحراء التي تقف حجر عثرة في هذا المسلسل، واليوم تقول على أنه قضية الصحراء شيء وقضية إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي شيء آخر. ويجب أن نذكر مستمعيكم أيضا على أنه سنة 2012 حينما تولى السيد المنصف المرزوقي رئاسة تونس قام بمبادرة تونسية وقام بجولة مغاربية، كان قد أعلن بعدها أن هناك توافقا بين قادة الدول المغاربية من أجل عقد قمة مغاربية. نعم. ولكن شكراً. كانت أيضا الجزائر هي التي رفضت إعادة هذه يعني انعقاد هذه القمة مجددا، ومعروف أن العقبة الرئيسية هي قضية الصحراء التي لا تريد الجزائر أن تترك هذا الملف للأمم المتحدة لإيجاد حل، وإنما تصر دائما في كل مرة أن تكون لها اليد على هذا الملف. من الرباط الدكتور أحمد نورتين المختص في شؤون المغربية، شكرا جزيلا لكم.